ريكوردينج، بسم الله. اوكي، فمثل ما حكينا تشابتر 2 الان راح ناخذ فيها تشابتر 2 بالفيجوال بيسك، راح ناخذ فيها الفاريبلز، راح ناخذ فيها عمليات الانبوت والاوتبوت، كيف نعمل انبوت او اوتبوت عن طريق البرنامج. اوكي، فاول موضوع راح ناخذه اللي هو الفاريبلز او الداتا تايب، انواع البيانات. داتا تايب انواع البيانات. الان احنا لما بدنا نكتب برنامج بالفيجوال بيسك، احيانا انا بكون بحاجه اني اعرف انواع بيانات، بحيث اضع فيها بيانات معينه او اضع فيها ارقام معينه. يعني مثلا لو انا بدي اكتب برنامج يعطيني مضروب رقم معين، المضروب تعرفوا اللي هو الرقم ضرب الرقم اللي أقل منه ضرب الرقم اللي أقل منه إلى أن يصل إلى واحد. يعني مثلاً زي الفاكتوريال أو المضروب، الفاكتوريال للخمسة هو 5 × 4 × 3 × 2 × 1، هذا عبارة عن المضروب. فإذا أنا الآن بدي أعمل برنامج يطلع لي المضروب لأي رقم، فبالحالة أنا بكون بحاجة أني أعرف متغيرات، بحاجة أني أعرف داتا تايب متغيرات، بحيث هي البيانات أعملها معالجة معينة بحيث يعطيني المضروب. دخلت له 5 يعطيني المضروب 5، دخلت له للبرنامج 10 يعطيني مضروب 10، دخلت له سالب 2 يحكي لي الرقم اللي انت دخلته غلط، لان المضروب مطلوب يكون لرقم بالموجب. فبالتالي انا مطلوب اني اعرف احيانا انواع بيانات داخل البرنامج. فالان بالداتا تايب عندي 3 انواع بيانات مهمه. اول نوع اللي هو نمبرز، اول نوع للبيانات اللي هو نمبرز. النمبرز هي الارقام، اللي هي أرقام، والأرقام قد تكون انتجر يعني أرقام صحيحة، أو قد تكون دبل اللي هي أرقام عشرية. فالأرقام إما تكون أرقام يعني صحيحة انتجر، أو أرقام عشرية اللي هي دبل. لأن انتجر مثلا زي رقمك الجامعي، هذا يعتبر انتجر لأنه ما في كسور. زي مثلا رقمك المتسلسل كمان يعتبر انتجر. أي قيمة الآن أنت راح تتعامل معاها ما فيها كسور، أنا طبعاً كرقم، طبعاً كرقم، هي أنا بقدر أعرفها كنمبر أو انتجر. الآن في عندنا نوع آخر من النمبرز اللي هي الدبل، الدبل اللي هي الأرقام العشرية. يعني مثلاً زي معدلك التراكمي، هذا بده يكون دبل لأنه عادة معدل في كسور، معدل 70.4 63.2 في كسور، فإذا مطلوب أني أعرفه دبل يعني رقم عشري، يعني رقم عشري. زي مثلا رسومك الجامعية، مثلا تدفع لي 400 دينار ونص أو 253 وربع، ما دام فيها كسور فإذا مطلوب أني أعرفه كدبل. في عندنا نوع آخر من أنواع البيانات اللي هو الكاركتر. كاركتر معناها رمز، طيب الكاركتر سابقا نحن أخذناها. الكاركتر، عبارة عن إيش؟ ايش تعرفوا عن الكاركتر؟ هذا اخذناه بالشابتر 1. هو عبارة عن 8 bits. الكاركتر 8 bits، تمام احسنتي. الكاركتر 8 bits، وهو عبارة عن رمز، قد يكون حرف A to Z، قد يكون رمز خاص underscore او dot او كوما، او قد يكون رقم لكن ككاركتر، رقم لكن ككاركتر زي 1 يعني واحد، أو 2 لكن ككاركتر. فهي تعتبر كاركترز، هي تعتبر كاركترز. أوكي، طبعا الكاركتر الآن أنا ممكن أستخدمه. دكتور عفوا تفضلي. بس معلش، كيف نميز إذا الوان كاركتر أو انتجر؟ انتجر تمام. الآن بالفيجوال بيسك لما أضع أي variable داخل double quotation أو داخل double quotation، هذا يعتبر string. إذا داخل single quotation أنا بعتبر character. أما إذا بضع رقم زي مثلاً، هذا التعريف اللي أمامنا them an as integer يساوي 5. فبما أنه أنا واضع 5 هيك ما في double quotation ولا single quotation، إذا 5 تعتبر رقم، انتجر بالضبط. اذا وضعت سنجل كوتيشن بعتبرها كاركتر. اوكي، سلام دكتور، حياك الله. طيب الان اخر شيء يا شباب، اخر شيء اللي هو يعني سترينج.
string معناها نص. string معناها نص. والنص الآن بيكون مجموعة characters. بيكون مجموعة characters. string مثال عليها اسمك. انت اسمك بيكون من 10 رموز 20 رمز، فاسمك مناسب اني اعرفه كسترينج. التخصص، تخصصك مثلا تخصص ميديسن، او مثلا تخصص كمبيوتر ساينس، او اكاونتينج، او مثلا فيزيكس او ماثماتيك. هاي التخصصات عباره عن سترينجز، عباره مجموعه كاركتر، فبعرفها كسترينج. جنسيتك جوردينيان او سيريان او لبنان او فلسطين الى لآخره، كمان بقدر أعرفه كإيش كسترينج. لأن كاركتر مثال عليها إذا أنا بدي أعرف الجندر أو الجنس، إما F أو M، F لفيميل وأم لميل، فبما أنه رح يأخذ قيمتين يا F يا M، فبقدر أعرفه أنا ككاركتر. أوكي، في عندنا الانبوت والأوتبوت، عندنا 3 types of error. طيب هاي الآن مقدمة عامة على أنواع البيانات. خلينا الآن نبدأ بالنوع الأول. اوكي اللي هو numbers. numbers are called numeric literals اللي هي عبارة عن أرقام، وعندنا مجموعة operations أنا بقدر أطبقهم على أي number، زي plus اللي هي addition إني أجمع رقمين مع بعض، أو minus إني أطرح رقمين من بعض، أو star اللي هي multiplication إني أضرب رقمين ببعض، أو division القسمة إني أقسم رقمين على بعض، أو الأس إني أرفع رقم أس رقم. فبالتالي هدول هم عندي 5 operation أنا بقدر أنفذهم على الـ numbers، الجمع، الطرح، الضرب، القسمة، وإني أرفع رقم أس رقم. طبعاً الآن في عندنا أولويات العمليات الحسابية رح نأخذهم هلأ. مثلاً عندنا 2 زائد 3 بيعطيني 5، هون عندي 3 ضرب 4 زائد 5. طبعاً بما أنه في أقواس فالأولوية للأقواس، فبدي أجمع بعدين أضرب، فعندي 4 زائد 5 9، 9 في 3 27، وأخيرا 2 أس 3 يعني 2 مضروبة في نفسها 3 مرات يعني 2 ب 2 ب 2، ف 2 أس 3 بيطلع قد ايه؟ 8. أوكي، طبعا هون الآن عم بضيفهم عن طريق الليست، عن طريق ليست بوكس اللي هي الليست first dot ال first results dot item dot add. اوكي، وهنا نفس الاشي انه يعمل اضافة لهدول العناصر عن طريق ال list box او عن طريق ال text box. اوكي طيب الآن let n be a number or a numeric expression. The statement list box dot items dot add and display the value of n in the list box. أوكي. لأن افرض إنه عندي أنا list box. list box بقدر أضيف فيها أكثر من عنصر، أكثر من عنصر. أوكي. فالآن أنا هنا إيش سويت؟ عرفت أول إشي dim n as integer. dim for dimension. طبعا جملة dim راح استخدمها عشان اعرف متغيرات بالفيجوال بيسك. فdim n عرفت هنا n اللي هو المتغير، وهذا المتغير اسمه انت بتحدده، انت بتحدد اسمه n ولا n1 ولا علي ولا مثلا a ولا x ولا z، انت بتحدد اسم المتغير بالاسم اللي بدك اياه. as integer فعرفته n كانتجر. طبعا واضح انه الدم والاز والانتجر هاي ريزيرف بورد، هاي كي ووردز، هاي كلمات مفتاحيه او كلمات محجوزه ضمن اللغه، عشان هيك بتبين عندك باللون الازرق لما تكتبها على الكومبايلر او على الاي دي اي على الفيجوال بيسك. وكمان عملت اساينمنت مباشره، وضعت قيمه 5 داخل متغير ان، فبالتالي هاي الجمله انا شو عملت فيها؟ عرفت متغير اسمه ان، انا سميته، عرفته من نوع انتجر، عرفته من نوع انتجر يعني رقم صحيح، ووضعت فيه قيمه، القيمه قديش هي؟ 5. وضعت فيه قيمه اللي هي 5. بعد هيك عملت listbox.items.add، عملت اضافه لان
لان اللي انا عرفته هنا عملت لها اضافه على الايتيمز تبعت الليست بوكس يعني كايتم فبضيف لي 5. طيب الان خلينا هذا المثال للشباب اطبقه الان امامكم. خليني افتح شاشه الفيجوال. طيب الان عندي اللي بروجكت وان ويندوز فورم. لا خليني الان اعمل لي اوكي. هاي الازرار راح ارفعهم لفوق شويه. سوري طيب خلينا الان اضيف هنا الليست بوكس. الليست بوكس دور عليه هي هنا ليست بوكس. ليست بوكس دبل كليك عليه فبضيف لي اياه هي هون. والليست بوكس خليني اسميه عند البروبرتيز اللي لاقيله راح اسميه ب ال اس تي سوري ال اس تي 1 راح اسميه ال اس تي 1 هذا الاسم اللي لاقيله. اوكي وكمان راح اضيف الان انا باتون. باتون هاي راح اضيف باتون هنا وراح اسمي هذا الباتون مثلا بي تي ان اد. راح اسمي بي تي ان اد بحيث لما اضغط على هذا الباتون بدي اضيف عناصر على الليست بوكس فبي تي ان اد انتر واخلي النص الظاهر على الزر التكست الظاهر على الزر مثلا اد عشان اليوزر يعرف انه لما يضغط عليه حيعمل اد. اوكي الان دبل كليك على الزر عشان ادخل على الايفنت اللي لاقيله او بروح على الايفنتس وعلى الكليك. طبعا انا بختار الزر ما تنسوا ودبل كليك على الكليك دبل كليك هنا على الكليك عشان اختار الايفنت اللي اسمه كليك فدبل كليك هنا دخلت على الفانكشن اللي لاقيله. الان هنا dim x as integer عرفنا x من نوع انتجر اوكي ويساوي 5. الليست بوكس اسمه lst1. طبعا كل ما تكتب كود الشاشه او الفيجوال بيسك بيساعدك بيعطيك مجموعه خيارات بيساعدك وبيسهل عليك عمليه البرمجه. فlst1 اللي هي الليست بوكس دوت. الان اذا انا بدي اضيف عناصر للليست بوكس بدي استخدم البروبرتي اللي هي items. فايتمز هي هنا دبل كليك عليها ودوت. الان الايتمز تبعت الليست بوكس انا شو بدي اعمل؟ بدي اعمل اد بدي اضيف عنصر عليها وهذا العنصر انا بدي اضيفه شو هو؟ اللي هو الفاريبل اكس. هو الفاريبل اكس بحيث كل ما اعمل كليك هي الهاندل طبعا البي تي ان اد البتون اد والايفنت عندي كليك كل ما اعمل كليك على هذا الزر ايش راح يصير؟ راح ينفذ هذا الكود راح يضيف لي اكس او 5 على الايتمز تبعت الليست. طيب نرجع الان للديزاين ورن. طيب هي اد 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 كل ما اعمل اد بضيف لي ايتم كل ما اعمل اد بضيف لي ايتم على الليست بوكس. بالتالي هذا يا شباب تطبيق لهذا الكود وهو مثال على الليست بوكس. كمان هو مثال على الليست بوكس. اوكي واضح. طيب في داعي اوضح اي نقطه هنا؟ واضح يا شباب يا صبايا؟ واضح تمام. طيب اوكي طيب هنا مثال على فورم. اوكي
لأن هون عندنا private sub والevent عندنا click على البتون اللي اسمه btn compute وعندي list results dot item dot add 5 list dot list results dot items dot add 2 ضرب 3 بعدين add 2 أس 3 سالب 1. فإيش راح يضيف لنا على هاي الليست؟ طبعاً راح يضيف الأشياء على الليست لما يضغط على الكمبيوت لأنه واضح في عندنا event click على الزر اللي اسمه btn compute. راح يضيف لي أول شيء الخمسة اللي هي add 5، بعدين راح أضيف الاثنين ضرب 3 اللي هي 6، بعدين راح أضيف 2 أس 3 سالب 1. 2 أس 3 طبعاً بين أقواس، 2 أس 3 اللي هي 2 في 2 في 2 يعني 8، 8 سالب 1 7، فراح أضيف لي 5 6 7 وين؟ على الليست بوكس، على الليست بوكس. أوكي، الآن تكملة للفاريبلز. الفاريبل هو a numeric variable is a name to which a number can be assigned. الآن نحن بنقدر نسمي الفاريبل أو نعرف الفاريبل ونستخدم أي اسم فيها. مثلا ممكن أعرف الفاريبل speed أو distance أو interest rate أو balance أو name أو name one أو number one أو GPA أو first grade second grade final grade إلى آخره. بعد أن أعرف أنا المتغيرات وأسمي المتغير بأي اسم بدي إياه، طبعاً ضمن قواعد اللغة لأن كل لغة إلها قواعد عشان تعرف فيها المتغيرات. أوكي، الآن من أنواع البيانات الموجودة عندنا للنمبر عندنا الدبل داتا تايب. الدبل داتا تايب والدبل مثل ما حكينا بتقبل أرقام عشرية، بتقبل أرقام عشرية. طبعاً بما أنه بتقبل أرقام عشرية لو كان عندي رقم صحيح وضعته بدبل ما في مشكلة، لو رقم صحيح يعني انتجر وضعته داخل دبل ما في إشكالية لأنه الدبل أكبر هو الأوسع والانتجر كأنه حالة منه، بالتالي لو وضعت انتجر أنا داخل دبل بزبط، لكن العكس ما راح يزبط. العكس ما راح يزبط، ما بزبط أضع الدبل داخل الانتجر لأنه راح أفقد جزء من البيانات، راح أفقد جزء من البيانات. طبعاً أكيد الآن بدي أضع انتجر على دبل أو دبل على انتجر بحاجة أني أعمل conversion، بحاجة أني أعمل تحويل، بحاجة أني أحول هاي البيانات من نوع إلى آخر. طيب الآن كيف أنا بدي أعرف الدبل؟ مثال على ذلك dim، طبعاً هاي الجملة لابد أن أستخدمها في تعريف أي متغير dim dim. الآن dim speed as double، هنا أنا الآن عرفت متغير اسمه سبيد وهذا الاسم انا نقيته او نحن نقيناه، بتقدر تنقي اي اسم بدك اياه، سبيد سبيد 1 اكس 1 اس 1 ما في مشكله. از دبل فعرفت سبيد كدبل. بعد هيك الان بدي اعمل اسايمنت. اسايمنت يعني بدي اضع بهذا المتغير قيمه، بدي اضع داخله قيمه. فبالاسايمنت شو عملت؟ سبيد يساوي 50، وضعت داخل السبيد قديش؟ 50، فقبلها بكل أريحية لأنه 50 هي انتجر ولكن في نفس الوقت يعني بقدر أدخلها على دبل دون أي مشاكل. أوكي، الآن في عندنا هنا موضوع الـ initialization. initialization معناها وضع قيمة أولية للمتغيرات، معناها وضع قيمة أولية للمتغير. numeric variables are automatically initialized to zero. الآن أي متغير numeric يعني رقم عادة الفيجوال بيسك بيعمل له initialization للزيرو، عادة بيعمل له initialization للزيرو. يعني مثلا عرفنا هنا نحن dim var name as double، عرفت الvar name كدبل، وبقدر اني انا اعرف dim var name as double يساوي 50. فهي الجملة أنا عرفت فيها متغير اسمه var name من نوع دبل وعملت له initialization لقيمة 50، بينما هنا بس أنا عرفت الvar name من نوع دبل وما وضعت فيه قيمة، وما وضعت فيه قيمة. فهنا أنا الآن إذا أنا عرفت الvar name كدبل وبعديها حاولت أني أضيف الvar name على list، إيش راح تكون قيمة الvar name؟ راح تكون zero، راح تكون قيمة الفار نيم ايش؟ زيرو، لأنه أنا بعد ما عرفته ما وضعت فيه قيمة. ومثل ما حكينا أي متغير نمبر أنت بتقوم بتعريفه
الفيجوال بيسك عادة بضع في قيمة أولية بيعمل له initialization للزيرو. زيرو يعني بضع فيه زيرو. أوكي. طبعا هاي عادة هيك بصير. لكن عادة برمجية الأنسب إنك أنت تضع قيمة أولية. يعني أنا صارت معي إنه كنت شغال على مشروع بالماجستير وكانت كنت شغال على الفيجوال بيسك. طبعا هذا الحكي من زمان. عملت مشروع وكان الكود أغلبه صح أو كان الكود صح بس كان البرنامج يعطيني نتائج غريبة وكان طبعا البرنامج تبعي ضخم يعني في مئات الأسطر. فضليتني أتبع البرنامج أتبع الكود أتبع النتائج إلى أن عرفت شو هو المشكلة. مشكلة وين كانت عندي؟ إنه أنا كنت عم بعرف array ومش عامل إلها initialization. عرفت array يعني زي variable ومش عامل إله initialization لزيرو واعتمدت على قيمته في عمليات حسابية لاحقاً. ففوقتيها الفيجوال بيسك كان يأخذ قيمة هذا المتغير من الرام يعني كان يأخذ قيم عشوائية سالب 10 أو 20 أو 40. فبناء على هاي القيم أنا أعمل عمليات جمع وضرب وطرح فتطلع عندي نتائج غريبة. عشان هيك أنا طبعاً أنا كيف حليت المشكلة هاي؟ إنه بعد ما عرفت الاري عملت إلا initialization وضعت فيها قيمة زيرو فبعد هيك البرنامج صار يعطيني نتائج يعني سليمة. فعشان هيك المناسب كعادة برمجية إنك أي متغير أنت تكون بحاجته أنت أعمل له initialization. ما تستنى الفيجوال بيسك يعمل له initialization لأنه إذا الفيجوال بيسك نتيجة لسبب أو لآخر ما عمل initialization لإله وأنت اعتمدت على القيمة هاي في عمليات جمع أو ضرب راح يعطيك نتائج غريبة أوكي. طيب الآن هنا في عنا مثال آخر private sub وعرفنا أو وضعنا داخل text box 1.text يساوي 55 والlist box 1.items.add 455 وبعد هيك dim x as double وعملنا list box dot items dot add 5. طيب الآن بدي أسألكم أنا يا شباب هذا الكود لو text box 1.text يساوي 55 إيش معنى؟ إيش معنى هذا الكود؟ لما أحكي text box 1.text يساوي 55 شباب السؤال واضح؟ سمعيني أنتو؟ طيب سورة بتحكي إنه أعلى قيمة إله 55 طيب غير هيك؟ هذا الكود لو text box 1.text يساوي 55 ايش معنى؟ سمعيني يا شباب سمعيني؟ معي انتو ولا لا؟ شباب صبايا؟ معي؟ اوكي هي ردة زلفة والصورة طب الباقي انا عندي 22 طالب هلا هنا بس اثنين عم يتابعوا معي والباقي طب وينهم اوكي هي هديل كمان محمد براءة طيب اوكي طيب الان لما احكي انا اوكي تكست 1 تكست بوكس 1 ايش هي الان تكست بوكس 1 ايش هي تكست بوكس 1 ايش هي دكتور هاي الكنترول نيم هي عبارة عن control name هي عبارة عن يعني control name تمام اسم أداة
كنترول نيم هي تكست بوكس. واضح تكست بوكس. اوكي طيب المحكي دوت تكست. تكست هي عباره عن يعني ايش بروبرتي صح؟ اه بروبرتي عباره عن يا بروبرتيز. فيساوي 55 ايش معناها؟ انه ضع ال 55 كتكست داخل تكست بوكس 1. التكست شو هي؟ هي النص، النص الموجود على تكست بوكس، هذا هو التكست. فلما احكي انا تكست بوكس 1 دوت تكست يساوي 55 بيعرض ال 55 على البروبرتي تكست اللي تابعه لتكست بوكس 1، بيعرضها عرض يعني. بس يعني مثلا الان هنا انا عندي على هذا التكست بوكس هيو اللي اسمه تكست 1 عندي خاصيه تكست الظاهره عليه، يعني النص الظاهر عليه اللي هو نيم، النص الظاهر عليه اللي هو نيم. وهي نتاكد منه عند البروبرتيز التكست تايله نيم. فبالتالي لما انا الان احكي تكست 1 دوت تكست يساوي 50 فبظهر لي 50 محل النيم، بظهر لي 50 محل النيم. اوكي وضحت هلا؟ دكتور ما فهمت، يعني هسه احنا هيك بس منغير تسميته؟ مو تسميته يعني بدل النيم حطينا 55؟ لا 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 انا مش تسميته، التسميه اللي هي النيم. انا النيم ما عم بغيره، انا النيم ما عم بغيره، انا هون عم بغير التكست. التكست اللي هي بروبرتي اللي تابعه للكنترول اسمه تكست 1، يعني النص، النص اللي بيظهر عليه، النص اللي بيظهر عليه. طيب اوكي طيب خلينا الان انا اضيف لي زر اخر، اي باتون، اي باتون هنا راح اضيفه هون، وهذا الزر راح اسميه كلير، وهذا مش اسميه عفوا، هذا التكست اللي لقي له اللي هو النص الظاهر عليه، وراح اسميه هون عند النيم باسم بي تي ان كلير، هذا اسم الزر بي تي ان كلير. اوكي والتكست، التكست للزر اسمه كلير، يعني عفوا التكست للزر كلير اللي هو النص الظاهر على الزر. ايوه النص الظاهر على الزر. اوكي الان شو بهمني؟ بهمني انه لما اضغط على هذا الزر بدي اي شيء موجود داخل التكست بوكس هذا يتم الغائه. بكرر، بدي لما اعمل كليك، لما اعمل كليك على الزر كلير اي شيء موجود داخل التكست بوكس اللي هون يتم الغائه، يتم الغائه يعني كلير له. اوكي فالان هذا التكست بوكس لاحظ معي شو اسمه؟ تكست 1. اوكي فالان بضغط على الزر وبروح على الايفنتس والايفنت كليك، دبل كليك عليه بتاكد كليك الايفنت على الزر بي تي ان كلير. اوكي مين يحكي لي الان الكود اللي انا مطلوب اني اكتبه عشان الغي اي شيء موجود داخل التكست بوكس اللي اسمه تكست 1 تي اكس تي 1 عفوا؟ حدا بيعرف انه انا كيف بدي اكتب كود الان بحيث الغي اي شيء موجود على التكست بوكس؟ طبعا بدي اغير الخاصيه تكست، اكيد الخاصيه تكست اللي تابعه للزر اللي تابعه عفوا للتكست بوكس اللي اسمه تكست 1. حدا بيعرف؟ طيب اوكي خلينا انا اكتبها انا، اي تكست 1، تكست 1 دوت الخاصيه شو هي؟ تكست تي اي اكس تي، هي هون بدي اخلي تكست 1 دوت تكست شو بتساوي؟ دبل كوتيشن دبل كوتيشن، بس دبل كوتيشن دبل كوتيشن، يعني زي الفراغ او مش فراغ ولا شيء، حتى ولا شيء عشان اني امحي اي بيانات موجوده
على text 1 موجودة على الـ property text اللي تابعة لـ text 1. طيب فهذا هو الكود. خلينا الآن أرجع على الديزاين وأعمل run. هاي run، لاحظ معي هاي الداتا لونها red، إذا بعمل clear الغالياها. وكتب داتا تانية red blue clear الغالياها. وممكن أنا الآن أضيف زر مثلاً بحيث لما أضغط عليه يضع لي 50 ما عليه، ما في مشكلة، ما في مشكلة. طيب واضح لهلا يا شباب؟ واضح هلا؟ واضح دكتور. أوكي. طيب أوكي، يبدو أن الوقت الآن أدركنا. اوكي طيب المحاضره الجايه ان شاء الله تعالى راح مطلوب ان نسحب مضبوط بالوحده الثانيه، وبكرر طلبي من الطلاب، بكرر طلبي منكم يا شباب، نزلوا البرمجيه، نزلوا البرمجيه، اللي بلاقي اي مشاكل بتنزيلها استعين. يعني بعرف بعض الطلاب عنده محاضرات بالجامعه، اللي عنده محاضره بالجامعه تقدر انك تمر على كليه الاي تي، في هناك مهندسين، في هناك شباب بيساعدوك على تنزيل الفيجوال بيسك، خصوصا اللي عنده يعني اللابتوب. فمهم انه الجميع تنزلوا الفيجوال بيسك عشان انكم تطبقوا معي وتتابعوا الماده معي. يعطيكم الف عافيه، وقلنا لقاء ان شاء الله تعالى غدا. السلام عليكم ورحمه الله.